سؤال عن حكم منع المطلقة. المطلقة حكم من منع المطلقة الأبناء من الأب وأهله وقطع صلة الرحم، طبعا حرام لا يجوز. احنا قلنا قبل كده كتير ان ليس معنى الطلاق ان تكون هناك عداوة بين الطرفين، وايضا ليس معنى ان المرأة حاضنة ان هي تبث في اذن الاولاد كراهية الاب وكراهية اهل الاب، ده حرام. وللأسف يعني قدر أو قطاع كبير من الناس بيقعوا في هذه المشكلة، وكأنهم بينتقموا من الطرف الثاني في شكل الأولاد، بيستخدموا الأولاد كوسيلة، وده حاجة لا ترضي ربنا سبحانه وتعالى، ولا ترضي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ترضي أي عاقل فطن. وزي ما احنا عارفين الدنيا دوارة، يعني بتلف المسألة معايا النهاردة بكرة هتبقى ضدي، فلازم ناخد بالنا، وناخد بالنا ان احنا هنتحاسب قدام ربنا. الزوج اللي طلق هيتحاسب قدام ربنا على رعاية أبنائه وعلى الإنفاق عليهم وإنه مسؤول عنهم، والأم الحاضنة أيضا هتتحاسب على الأولاد، فهم في حضانتها وهي بتربيهم وتؤدبهم وتعلمهم، ومطلوب منها أن هي تؤدبهم وتربيهم التربية الصالحة. والتربية الحسنة والصالحة من أساسياتها تعليم الأولاد شرع الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن هذا من ضمن التوجيهات الشرعية صلة الرحم، بر الأب، الإحسان إلى الجار وما شابه ذلك. فالمرأة التي تمنع الأولاد من رؤية الأب وقطع صلة رحم أكيد آثمة وحرام عليها، وفي نفس الوقت نحث الأب وأهله إن هم يتقوا الله سبحانه وتعالى، يعاملوا المطلقة الحاضنة معاملة حسنة، لو محتاجة نفقة يعطوها نفقة، محتاجة أي مساعدة يساعدوها في تربية الأولاد، في الوقوف بجانبهم وهكذا. وربنا يهدينا جميعا إن شاء الله.